في وسط مدينة الرقة. تزامن هذا الهجوم على مركزنا كان بضمن حالة عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، ونحن كنا أصلاً في حالة انتشار كاملاً من أجل احتفالات رأس السنة واحتفالات أعياد الميلاد المجيد. والآن التحقيقات قد بدأت، وسنعلن خلال أيام قليلة عن نتائج هذه التحقيق. الآن يهمنا موضوع استكمال عملية التمشيط، ونتحفظ على جميع المعلومات الأولية حتى انتهاء عملية التحقيق بشكل عام. يبدو لنا من خلال التحقيقات الأولية أن الهدف الأول والأساسي هو الوصول إلى مركز السجن المجاور للمركز الذي تمت المهاجمة عليه. لو استطاعوا تنفيذ جزء من مخططهم، فكان الهدف هو إحداث هروب جماعي للمعتقلين من مقاتلي داعش من أجل إحداث فوضى أمنية. نحن الآن برفقة قوات الأمن الداخلي في وسط مدينة الرقة، حيث تشهد المدينة الآن حالة من الإغلاق التام وإجراءات أمنية من قبل قوات الأمن الداخلي. أقول لك الناس خايفة مرهقة، والعالم اليوم ما حد طلع على شغله، خايفين من الهجوم اللي صار، لأنه البارحة تأثرت عالم وراحت عساكر، أنت تعرف الشيء هذا. ممكن الوضع يستقر قريبا؟ إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله. طبعا قوات الأمن الداخل حسب ما صرحوا لنا في وقت سابق من اليوم بأن عملياتهم الأمنية ستتركز اعتمادا على معلومات واردة إليهم أو اعتمادا على تحقيقات الأولية التي سيجرونها مع المعتقلين. طبعا هذه العمليات بالتأكيد ستتركز في المنطقة التي شهدت الهجوم، وهي القسم الغربي من مدينة الرقة.